أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.